نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مؤتمراً تحت عنوان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية وفعاليات. الكلمة الافتتاحية كانت لوزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب الذي كرر أن لبنان لا يريد الحرب وأن القرار 1701 ساهم في إيجاد استقرار نسبي منذ نهاية حرب تموز، وحدد ثلاث نقاط لتحقيق الاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني. يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط 13 الحلولية المتنازع عليها، استكمال الموافقة المبدئية على إظهار الحدود في 7 منها تحت إشراف قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. ثانيا، وقف نهائي للخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت 35,000 منذ عام 2006. ثالثا، دعم الأمم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة. المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم تحدث عن الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 والسيادة اللبنانية، كما تحدث عن لبنانية مزارع شبعة مؤكدا أن لا خلاف بين لبنان وسوريا حولها وأن الأمم المتحدة تملك إحداثيات حول نقطة بيوان. نحن لا نريد غير تطبيق 1701، ولكن كيف؟ من يفرض على إسرائيل تطبيقه؟ إن الخلل يا سادة ليس في القرار، فقد أجمعنا عليه، ولا يجمع اللبنانيون عادة إلا على ما فيه مصلحة لبنان، ولنا في هذا القرار كل المصلحة، ولكن على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه ويفرض تطبيق هذا القرار على جانبي الحدود. المؤتمر تخللته نقاشات بين النواب من مختلف الكتل السياسية مع المتحاورين.